برعاية سفيرة السلام الأخت ليليا النمري، وبحضور عدد من الأباء الكهنة والراهبات والدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب نورسات الأردن والرئيسة الفخرية للمسرح الكاثوليكي، قدمت نخبة من أعضاء المسرح الكاثوليكي بعمان مسرحية هدنة عيد الميلاد، وذلك على مسرح مدرسة الراهبات لفرنسيسكانيات مار يوسف، وهي من تأليف سيناريو وحوار ركان مسيح وأخراج خلدون هلسة وإشراف ديني الشماس ينال عوابته، حيث تحكي المسرحية قصة قرية تعيش أوضاع الحرب لكنها تنشد السلام الذي يجمع أمنيات أهل القرية، كما تؤكد فصول المسرحية على أن السلام يبدأ من ذاتنا أولاً حتى ينتقل إلى العالم كله. مسرحية هدنة عيد الميلاد هي عملنا الثامن بمسرح الكاثوليكي، أكيد بتحكي عن السلام، السلام الداخلي مش السلام الخارجي، سلام البنبع من قلب كل إنسان بولادة الطفل يسوع ملك السلام. من هنا بحب أشكر جميع الحاضرين والداعمين على هذا العمل، وبخص هون بالذكر قناة نورسات، وخصوصاً الدكتورة باسم السمعان مدير الإقليمية للقناة في الأردن والأراضي المقدسة، وبشكر كل حدا حضر، وبتمنى أنه عن جد كلمة السلام كلمة الحب تنتشر في العالم كله، وبشكر كل الداعمين اللي دعمونا، ونتمنى كمان أنه نقدر نقوم بأعمال أخرى أكثر وأكثر. مسرحية هدنة عيد الميلاد أخذت تقريباً 3 أشهر من كتابة وتأليف النص، بتحكي تقريباً عن قصة قرية عم بتعيش أوضاع الحرب، عم بتحاول تعيش السلام بس مش قادرة، بيدخلها واحد شخص غريب عم بحاول يغير، نخلق من القصة شجرة غريبة، شجرة الأمنيات، عم نجمع فيها أمنيات أهل القرية وعم نحاول نحققهم، بنكتشف أنه كل الأمنيات تتلخص بأمنية السلام. لما نعيش السلام إحنا من جواتنا، لما يخلق السلام من جواتنا إحنا بولادة ملك السلام الرب يسوع المسيح جواتنا بالميلاد، ساعتها بتحقق كل أمنياتنا مهما ما كانت. فهنا عيد الميلاد هي تتحقق بالسلام جواتنا. وكل عام وأنتم بخير، وبنشكر طبعا نورسات على دعمها لنا بهاي المسرحية وبهذا العمل، وجميع القائمين طبعا على العمل، ويعطيكم ألف عافية. نحن المسرح الكاثوليكي عملنا ثامن عمل لنا بعنوان هدنة عيد الميلاد، كانت تحكي عن السلام وكيف نتمنى نحن يصير السلام، كيف إنه لازم يبلش السلام من جواتنا وينتقل لكل العالم. بشكر قناة نورسات الفضائية، بشكر كل الداعمين، السيسر الرهبات، كل دعموا مسرحيتنا، بتمنى المزيد من الأعمال، وشكرا لكم.